ناس وناس بحالة جديدة، مساء الخير. وكأنك أمام أكثر من امرأة في جسد واحد، فيها من البساطة والتعقيد في آن، فيها من الشفافية والغموض ما يكفي لأكثر من حياة، وفيها كمان من الجرأة والانكثار ما يملأ أكثر من كتاب. رولا حمادي ضيفتي لليلي بناس وناس، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير ميلاد. أنت أكثر من امرأة؟ لازم، مفروض، أكيد، وإلا بتكون الدنيا مسطحة. هالقد؟ أي ما بتحرز. بتساع الجسد أكثر من امرأة؟ أكيد، لأنك حامل معك كل الناس يلي جيت منهم وجيت معهم على هالدنيا. أكيد. رولا حمادي الليلي رح حاول هيك غوص بأمور، ربما تصريحات لإلك، أقوال لإلك، أفكار بحب كتير أني أتناقش معك، وما بدي أخفي لا لإلك ولا للمشاهدين شغفي الكبير بحضورك الليلة معي هاللقاء يلي ناطره إلي زمان. يلا خير. وقلبي عم بيدق. وأنا كمان. رولا، بتقولي حياتي مملة ولا تصلح لأن تكون قصة لأنه ما فيها سكوبات. مزبوط. هيدا منه هروب بوقت أنه الناس بيشوفوا بحياتك جرأة كبيرة وخيارات صعبة، وبيقدروا يقروا بعيونك، يعني خلف عيونك بيقدروا يشوفوا امرأة تخفي الكثير من القصص. أنا بعتقد لو حياتي مليانة يعني السكوبات اللي أنت عم تحكي عنهم ما كنت ممثلة. أنا ممثلة لأنه هربانة من حياة مملة لحياة أكثر جمالاً. هل أدي علاج التمثيل؟ لا، ما أنا ما باخده كعلاج، أنا باخده كطاقة للآخر واكتشاف للنفس. يعني مش بمعنى علاج، لا، بمعنى اكتشاف بأكثر إيجابية. لأنه بتعرف لما بتفوت على شخصيات بتفوت على حياتهم شوي وبتطلع، يعني أحزانهم بتعيشها بلحظات وبعدين ما بتعود تمسك. مثل ما أفراحهم. بس حياتك الواقعية بتضل معك فبتتعب. ما في شيء من التناقض لما تقولي هالكلام وترجعي تقولي ولادة الممثل بلبنان عقاب له؟ من حيث الشغل، مش من حيث المبدأ. المهنة. لا، من حيث الشغل، من حيث كثافة الشغل. يعني الممثل اللبناني بقضي عمره ناطر الفرصة بدل ما يحقق نفسه. بس هيدا عقاب كمان، يعني يمكن روحك جاي هالمرة على هالبلد بالذات لحتى تتعذب، لحتى تتصفى أكثر. حددي لي فرصة. كلمة فرصة كلمة كبيرة، ويمكن بتخفي، يمكن في ناس لقلن دور عادي بالنسبة للناس تانيين، فرصة كبيرة. في ناس حلم بيكون تفاهة بالنسبة لأمور تانيين. هلا قصدت الفرصة المناسبة؟ يعني الإنسان كمان مش هو بيحدد فرصه بالحياة. رفضت كتير أدوار. مزبوط. بس الفرص مش بس هن يعني أدوار، الفرص هي ناس بتلتقي فيها كمان. أكيد هيدي فرص، إنك تعيش حياتك مثلا عندك أصدقاء مزبوطين، هيدي فرصة مش كل الناس عندها إياها. لما بتعيش حياتك وبتتلاقى بالروح يلي الآخر يلي هو بتحسه إنه هيدا هو الحب الكبير، هيدي فرصة لا تعوض، أغلب الناس ما عندها إياها. لما بيجيك فرص مثل بالشغل، مثل نهلة راشد، مثل دينا بجذور، مثل ياسمين وأشرقت الشمس، مثل كتير أعمال أنا عملتها وناس التقيت فيهم بهالمهنة وعلموني من بداياتي، حتى لو عملت أدوار جملتين بس تعلمت وكانوا ركائز لبعدين لهلأ. هيدي كلها فرص. لا ليه؟ يعني هل أصبحت اليوم الحياة كتير منحكي وبيتردد اليوم إنه ما في ناس صادقين تلتقي فيهم، ما في أرواح بتلتقي فيه؟ ليش؟ يعني هل نحن صرنا عن جد عايشين بهالعصر يلي صار ربما صديق وفي إنسان من روح لروح ما بقى تلتقي؟ شي مرة سألتي حالك هالسؤال؟ ليك، قبل من سنتين ولورا كنت فكر هيك، من سنتين ولهلا تغيرت نظرتي. شو اللي صار؟ صار انه تعلمت اشياء جديدة بهالدنيا، اكتشفت محلات جديدة بحالي وبالاخرين، وتعلمت انه في مجموعة ارواح تنبسط تكون مع بعضها، بس الاهم بالحياة هي انك تروح صوب الروح يلي انت
ما بتتفق معها، لأنه هي اللي بتعلمك أكثر من الروح اللي بده أنت بتتفق. بده محبة كبيرة وبده تواضع كبير، مشان هيك بتتعلم تكسر الإيجو تبعك وتروح صوب الناس يلي بيزعجوك لحتى تتعلم منهم. كسرتيه بهالسنتين؟ كتير أكثر ما بتتصور. في وصفة لتكسيره؟ بدك تكون مقتنع بالحياة الداخلية يلي أنت اخترتها أو يلي أنت وصلت لها أو يلي هالفرصة، هاي فرصة بدك تعرف تتلقط فيها وعن جد تنسى تنسى المظاهر وتفوت عن جد بعمق نفسك لحتى تلاقي طريقك، طريقك المضبوطة بالنهاية. فينا نحب اللي ما بيحبونا؟ لازم نتعلم. بالنهاية الأديان كلها بتقول هالشي. قوة المسيح مثلا إنه قال لك حب يلي ما بحبك، ما قال لك بجميل إذا حبيت اللي بحبك، ما هيك؟ لأنه بتحبه وبحبك، بس إنك تحب اللي ما بحبك وتسامحه شغلة كبيرة كتير. فيك تحبه يمكن فيك بس تحبه إنك تسامحه، أي أكيد. وفيك تحبه وما تحترم، لأنه يمكن المحبة هو فعل بيتعلق فيك، بس المسامحة فعل بيتعلق فيه، يعني هي خطوة صوبه. مزبوط مزبوط. والاحترام كمان. بس سنتين رجعت كتير حساباتك؟ ايه كتير. صلحتي مع ناس ما كنت متصالحة؟ لا سامحت ناس ما كانت مسامحتهم، بس ما تصلحت. لا شو بيفيد، شو بيفيدنا من جوا لما نسامح؟ يعني شو بيتغير فينا هيدا الشعور؟ شو صفي لي؟ بينزل حمل، يعني بتبطل انت حامل السلبي بالامور، بتصير حامل الايجابي، وغيرك بده يلاقي هو طريقه ويتعاطى مع نفسه ويتصالح معه. عرفت كيف؟ يعني انت بتتصالح مع نفسك. بالنهايه كمان انا تعلمت انه ما فيك تفرض على الاخر شغله هو ما فهمانها، بدك انت بتمشي طريقك وهو بده يمشي طريقه. صحيح. رح تابع بالفكره يلي كنت عم اقولها حول هالعقاب. يعني كمان مره بتصريح لإلك قلتي خزلتني الدراما لدرجه فكرت انه بركي بهالحيوات الاخرى يلي كنت فيها قمت باشياء عاطله لدرجه اني عم اقاصص بهالحياه مثل اكبر قصاص اني اكون ولدت ممثله بلبنان، وهذا منتهى التعب والحزن. صح. بهالجملة بتختصر أكثر من حياة. كمان بدي أتوقف عند أكثر من نقطة لإلك. بتآمني أنه ربما أنت اللي هون بقصاص؟ إيه بآمن بآمن. بس مش يمكن بقى سميه قصاص قد ما بسميه تطهير للنفس. تطهير للنفس. يعني بتآمني كمان بعودة الروح أكثر من مرة على هالحياة بجسد واحد. شو المغزى من عودتها برأيك رولا؟ تتصفى لحتى تصير بتشبه ال يعني بتشبه خلينا اللي خلقه، مش هيك؟ تتقرب منه، خلينا نقول أكتر تتقرب من الخالق. إيه؟ بأنه تتصفى منه، لأنه ما فيك تروح عند ربك إذا أنت كنت موسخ، ما هيك؟ أنت بس تروح لعند الناس اللي بتحبهم بدك بتتحمم وبتلبس بتتعطر، هيدي بالظاهر. هيدا كل الشغل لازم يكون كمان أنا برأيي داخلي. وصولك لهالفلسفة يلي هي اليوم فلسفة فيها إذا بدك فيها أفكار جاية من فلسفات مختلفة من ديانات مختلفة، هالفكر الجديد يلي اليوم عالميا صار جامع كمان للعالم، لأنه بفوق حتى مرات فوق الأديان، لأنه بتعرفي الأديان كل دين ممكن يكون عم ياخدنا مرات ما بدي سميها زواري، بس بدي روح لمفاصل خاصة فيه. هيدي الفكرة حسب القراءة، حسب القراءة هيدي الفكرة يلي بتفوق فوق. يعني نتيجة شو وصلت لرولا حميدي بالحياة؟ نتيجة أسئلة كبيرة، ما هو الجواب موجود، المهم السؤال، ما هيك؟ يعني الأجوبة موجود، المهم نسأل بطريقة صحيحة، ما هيك؟ بيكاسو بيقول أنا لا أبحث أنا أجد. صح. بس بدك تتلاقي بدك تسأل، عشان هيك السؤال مهم. يعني لما بتسأل حالك السؤال اللي مناسب وبيكون بهمك تلاقي له الجواب الموجود، بيجي كل شيء بيجي بوقته. فتشتي عن بتفتشي عن حياتك السابقه؟ لا ولا مره. ما بيهمك الماضي؟ بهمني الماضي، بهمني هلا، لانه انا هلا هو تراكم الماضي تبعولي، ما هيك؟ يعني معناها اذا وصلت لهون بهالشيء اللي انا وصلت له، هيدا هو الماضي تبعولي. اني غوص بعدني يمكن ماني جاهزه اني غوص بالماضي تبعولي بالطريقه اللي حضرتك عم بتلمح فيها عليها. طيب انت مين هلا؟ انا انسان
عم بحاول يتقرب من إنسانيته بس تي يعني تتكون الصفة تلبق له. مظبوط. قديش التمثيل عزز هالفرضية اللي عم تحكي عنها؟ كونك بتدخلي على حياة، بتخرجي من شخصية، قديش ساعدك التمثيل لاكتشاف إنسانيتك أكثر؟ كون هالمشاعر اللي أنت بتعبري فيهم على الشاشة ونحن بنشوفهم، كل وحدة بتحمل حياة مختلفة، كل وحدة فيها إنسان مختلف. مظبوط، بس فيها أنت أكثر. يعني هي شغلة بتبين إنها أخذ وعطاء، بس هي أخذ أكثر من عطاء. نعم. يعني أنت لما بتفوت على حياة ناس بتطلع عليها وبدك تجسدها كتير بتستعير من نفسك. أنا على كل حال أؤمن بهالمدرسة، في عدة مدارس، أنا هاي المدرسة اللي أؤمن فيها، تستعير من نفسك، بس مش نفسك بس الواعية، من نفسك اللي غير واعية، وهيدا بخليك تكتشف عوالم أخرى بحالك. هالزواريب يلي عم تحكي عنها جواتك تكتشفها. هلأ كيف بتسخرها وكيف بتطلعها وكيف تستعملها، هون الفرق. شوية طقوس لهال يعني اليوم بعرف أنا مشاهدين عم بيتابعونا، وإذا بتجي الحقيقة ما في حدا منا بهالدنيا رولا ما عباله يوصل لهالسلام الداخلي، ما عباله يوصل لإنسانيته أكتر، ليرتاح، يحس إنه هيدا الإنسان اللي فيه من جوا طالع كتير على حساب ما يعني كمان اعذريني على التعبير، على حساب حيوان مرات منعيشه لما بأذي حدا، لما بكره حدا، لما يعني هالإنسان اللي فيه من جوا شو هي الطقوس لحتى يطلع أكتر؟ ما بقدر أعلمك الشيء اللي أنا مثلا يمكن أنا بعيشه بطريقة أنت بتشوفه بغير طريقة. يعني نحن طرقاتنا متوازية بس منا مندمجة، لأنه ما بقدر أقول لك، بدك تعرف أنا شو حاملة وانا لوين بدي اروح، انت حامل غير شيء ورايح لنقطه تانية، بس المهم انه بالنهايه كلنا عندنا نفس الهدف بس من طرقات مختلفه. رولا، في تعريف البعض لبعض الادوار اللي بنعيشها بحياتنا، يقال انه منعيش واحد من هالاربعه بظروف متعدده، او منعيش طفل يلي هي يعني منعيش بحاله الطفل الدائم، انه نحن بحاجه للعطف، بحاجه للحنان، بحاجة لحدا مين نتك عليه كتفنا، أو منعيش دور الظالم يلي منكسر بحالنا، منك خرج تعمل هيك، منك خرج، منك قوي كفاية رولا حمادي لتعمل هيدا الشيء، منك أنت اللي بتطلع منك هيدا الشيء، أو دور الضحية، بيكرهوني، مسكرين الباب بوجهي، ما عم بيأمنوا لي شيء، أو دور ربع دور المنافق يلي أنا بحكيك يا رولا خلي يمشي هيدا العمل، بسير يا بسيرك يا ميلاد لحتى امشي، اي انت لاي اقرب من هول الاربعه؟ انا بفتكر انه نحن كلنا بنتشكل بطفولتنا وبنحملها معنا كل حياتنا، وبنجرب نتخلص منها او نتصالح معها او ما الى هنالك، وهذا شيء مش من عندي، هذا شيء الكتب علم النفس بيقوله والكتب بتقوله. هلا قديش بنوصل وقديش منكون واعيين على الأمور الحياتية، تعرف أوقات الحياة بتاخدك لمحلات أنت ما بتكون مخطط لها، بس التجارب اليومية بتحطك بظروف يا بدك تنكسر لها يا بدك تجرب تكسرها. كم مرة رديتي حياتك؟ كم مرة رجعتي حياتك من الحياة اللي كنت عايشتيها؟ قلتي لا أنا اللي بقررهم. بفتكر إنه هلأ مش من زمان كتير، من كم سنة بفتكر إني أخذت حياتي أكثر بإيدي، يعني عم بحاول أمسكها من كل المحلات ووصلها للمحل يلي أنا بظن إنه الأفضل، يمكن هو ما يكون هيك بس أنا عم بجرب أفضل ما عندي. المزيد من الحوار الشيء بعد الفاصل. رولا حمادي مسرورين بهاللقاء، وبتلبق لك الحياة من هلا بقول لك اياها، بتلبق لك انسانيتك كمان. بعد الفاصل المزيد من رولا حمادي بناس وناس. عودة لمتابعة ناس وناس مع ضيفتنا الممثلة اللبنانية رولا حمادي. عم تشوفوا على شاشة عناويننا على فيسبوك وتويتر. شكرا سلفا لكل التعليقات اللي بتوصل دايما وكل أسبوع حول ناس وناس. رولا، ليش الناس بحبوك بتعرفي؟ لا تسألي بهمك الموضوع؟
أكيد بهمني، لأنه عم بعمل مهنة أنا طالبة فيها حب الناس. كيف ما بده يكون بهمني؟ أكيد بهمني. طب يلا بنسمع شو قال الناس عنك. شاطرة، مهضومة، حلو، بتجنن، نحن بنفتخر فيها، ويا ريت عنا مثلها أكتر وأكتر. بفتخر بالممثلين اللبنانيين واللبنانيات، الله عطيهم هالموهبة وهالفكر الحلو. احنا مع الانتاج اللبناني وبوجود هيك عمالقة عنا ما بلا نفكر بحدا تاني. رائعة، كتير بتعجبني، كتير شاطرة وتمثيلها كتير حلو، كتير عظيمة، كتير حلو. في أحسن من هيك بعد؟ ممثل كتير قديرة، بتسطل حتى تمثيلها بهذا المسلسل كتير كان حلو، انه كانت توب. قول لي سمعتي شو قالوا الناس؟ يعني محملينك مسؤولية من أيام ما عصفت فيهم بالعواصف، من أيام العواصف وهن بيشوفوا فيك مثلة لبنانية بترفع اسم لبنان بالدراما، يعني بتشبه ناسنا، عيوننا بنشوف أختنا وأمنا بركة وبنتنا، هي شو؟ هي دليل شو؟ أول شيء بدي أشكر كل الناس اللي عطيت رأيها فيي. وهيدا شيء كتير بيأثرني أنا، يعني لما حدا بيقول إنه منحبها منحترمها فخر لقلنا، هي كلمة كتير كبيرة، يعني بتخلي الواحد إنه شكرا شكرا جزيلا، وإنه بتعلي السقف. وهيدا شيء صعب صعب كتير، لأنه نحن بالنهاية نتيجة توقعات الآخرين فينا، فلما بيتوقعوا أعلى بتصير أنت كمان بيصعبوا لك طريقك، وهيدا منيح ومش منيح على الفنان. بس اللي بهمني انه كل شيء انا عم بعمله من قلبي، يعني احساسي، لانه الممثل بشو بيشتغل؟ بيشتغل باحساسه. اذا عم بيوصل شو بدي احلى من هيك؟ يعني صحيح قصاص، بس لما بينحط يعني بينشاف الشغل ببطل قصاص، بيصير فرح. رولا حميد، بتقبل ادوار اكثر ام ترفض اكثر ادوار اكثر؟ يعني هيك ما بعرف ليش انه ماخوذ عليك انه كثير بيكي وحريصه. اختار لانه كثير الناس بتتلاقى فيي بالطرقات وبيقولوا لي قصص بخلوني يعني فكر مرتين قبل ما اقول ايه على العمل اذا مني مقتنعه كثير فيه. يعني دائما بقول هيدي الشغله، كنت مره عم بشتري خضره وفي مره حد هيك وعم بيقولوا لي انه ما عم بتبيني وما بعرف شو، عم بقول لهم انا طيب كل يلي عم بيقطع على التلفزيون كان عم بيقطع مسلسلين عرضوا علي، بس انا يعني ما حبيت اشتغلهم. انه بتلاقي، بس ما قلت هالشيء، قلت انا كل يلي عم بنعرض على التلفزيون عم بتشوفوه في شيء بيلبق لي؟ قالوا لا. قلت لهم طيب لو اشتغلت هيدا الدور، ما كمان انا عندي فواتير بدي ادفع. بتقوم المره حد بتنط تقول لي بعتي لي فواتيرك انا بدفع لك اياهم. طب هيدا شيء كثير كبير انا بالنسبه لإلي، انه ما بيقبلوا. طب هيدا شيء كثير كبير، كيف بدك يعني قول ايه على حيالله شيء انا مش مقتنعه فيه؟ كيف بدي اشتغله؟ كيف بدي وصله؟ ما انا عم بقول لك نحن شغلنا باحساسنا. كيف بدي اوصل لك احساسي اذا انا ماني مقتنعه فيه؟ شو اللي بخليك تقتنعي؟ يعني شو طبيعه الاشياء بتخليك تقولي ايه؟ شو اللي خليك تقتنعي بجذور؟ شو اللي خليك تقتنعي ببواقي شقه الشمس؟ هلا كل واحد مختلف عن تاني. اللي خليني اولا اقبل بجذور لانه انا بوثق طبعا بالكتاب يلي انا بشتغل معهم، بوثق فيهم. نعم. فكلوديا مارشال اليوم بوثق فيها وهديتني اكبر هديه، وهيدا كان اول عمل بنشتغله سوا ونحن اصدقاء من زمان كثير. ما رح اقول لك من قد ايش، شي سنتين ونص. هديتني دور دينا. دور دينا شغله كثير مهمه. دور ديانا كثير حلو، بس دور دينا منه معمول اولا بالدراما اللبنانيه، بعدين كان هيك مثل شفره، يعني فيك تقص حالك فيها او تقص هالشريحه من البشر. كان كتير مهم انه يوصل هيدا الدور بعين الرحمة، بعين الانسانية 100%. فوصل، وهيدا الشيء كتير مهم لإلي. واشرقت الشمس انه انا منى طايع كمان صديقتي كتير كتير وبحترم كتير شغلها. كمان يعني دور ياسمين في كتير من صحيح في ذل، بس في كتير من العنفوان وفي كتير من
بحب الادوار يلي بتضيف لي وبقدر ضيف لها. اوكي، هيدا بدي اتوقف عنده. شو الادوار اللي بتضيف؟ شو بتضيف الادوار؟ يعني بتقولي وبتصرحي انا الدور يلي ما بيضيف لي شيء، مزبوط. شو بيضيف الدور؟ يعني انا اذا بدي مثلا نهله راشد تنقول اشتغلته، ارجع اعيده مره ثانيه، شو بيكون زاد علي؟ ما انا بعرفه هيدا الدور والناس بتعرفني يعني فيه. حتى بكل دور بدك امراه مختلفه، مش بس بالحياه بدك تعيشي اكثر من مره. ما بدي فرجيك كل النسوان يلي فيي. يعني مش بس بالحياه بدك اكثر من امراه، حتى على الشاشه بدها تكون امراه مختلفه اللي بدك تلعبيها. ايه، لانه انا بطمح اني العب كل نساء العالم. بضلوا يسالوني شو الدور يلي بتحلمي؟ لا، انا ما بحلم بدور، انا بحلم بكل الادوار اللي ما لعبتها، وبحلم بالادوار اللي لعبتها عيدها مره ثانيه بشكل مختلف. في شي دور هلا على بالك، او ما بدي اسميه دور لحتى ما يكون سؤال كلاسيكي، خليني اقول في شي ناحيه بعد من امراه بمكنونات المراه بعد ما حسيتيها طلعت على الشاشه؟ في كثير، في كثير، في كل النسوان اللي بعد ما لعبتهم بدي العب. عشق النساء ما رح تلعبي؟ لا، عم بتصور عشق النساء. ايه؟ الله يوفقهم. ايه؟ فيه كان مكتوب لإلك؟ ايه كان، وبطل نصيب الدنيا. قد ما يعني مكتوب لإلي ورفقته مشهد ورا مشهد انا وكل شيء، بس بالنهايه بينت الايام انه منه لإلي، رفقته ووصلته للمحل يلي بينت الايام. ايه، ام بينت الشركه المنتجه؟ يعني فرق بين بينت. ما بهم، ما بهم، ما بهم. لو لإلي، لو برم العالم كان رجع لعندي، ولانه منه لإلي رفقته خطوه خطوه وما كان لإلي. هالقد مسالمه؟ مسالمه. بقول لك ما زعلت عليه؟ اكيد زعلت عليه، لانه دور كثير حلو. بتمنى انه الممثله اللي عم تلعبه تقدر توصله مثل ما هو ويضيف له وتضيف له. ممثله ورد الخال. وهي ممثله مجتهده طبعا، وكمان يعني اكيد بتعمل افضل ما عندها مثلنا كلنا. رولا، شو اللي تغير لحتى صار الممثل اللبناني اليوم مطلوب على خارطه الدراما العربيه بمصر بسوريا؟ شو اللي تغير؟ انه انتو بتمثلوا هيك من سنوات، اليوم شو اللي تغير بالمعادله؟ رح اقول لك شو اللي تغير. تغير انه في ناس ما امنوا بالممثل اللبناني وعطيوه فرصه انتاج افضل، وجابوا كل ممثل بمحله، ما استسهلوا وما استرخصوا واحترموا المهنه. هي يعني منبلش ب الصباح يلي عملوا شحروره. ما بدنا نناقش راينا بالاعمال، انا عم بقول لك نتيجتهم. نعم. يعني كان الممثل تاثيرهم على الممثل اللبناني، كان الممثل اللبناني بس يندعى على مثلا على مصر يعطوه ادوار تافهه ويعني ما بتحرز كثير. اجى الصباح فرجى العالم العربي مثلا بالشحروره 50 ممثل من لبنان، كانوا يقولوا ما في ممثلين، لا برهنت الايام انه في ممثلين. اجى اديب خير الله يرحمه، ايمن بالممثل اللبناني وعمل روبي، وكمان فرجى 50 ممثل بمحلاتهم. يعني دائما الانسان المناسب بالمكان المناسب بيصيب، بيعلم، بيعلم. واجا جذور توج عن جد، توج كل هيدي التجربتين اللي قبلهم، ولانه كان كتابه لبنانيه بحته وجاب ومفيد الرفاعي كمان انه مشكور، جاب انتاج منيح كله بين على الشاشه، وجاب ممثلين ممثلين. قديش عطى فرصه؟ يعني قديش هالحراك كمان خلى المنتجين يلي كانوا بعض المرات يحتكروا السوق ويحتكروا بعض الممثلين؟ أكيد. ويلي انت رفضت انك لمرات عديده تكوني خاض على هالفورمول ودفعتي ثمن. ما بهم، بس انه بس قديش هيدا الحراك كسر هيدا القيد يلي انت كل عمرك تقولي عنه؟ يعني قديش اليوم الشيء اللي صار هلا وكانك كنت عم تتنبئي له انت من سنوات لما كنت تقولي، لانه انا بتبعت بالريسيرش عنك شفت انه باكثر من مقابله بتعود لسنوات حتقولي انه بده يجي يوم بده ينكسر هيدا القيد هيدا ال 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 لانه ما كان في الدراما اللبنانيه تكفي مثل ما كانت مكفيه. كان يعني لكن ناس واعيه كثير، ما فينا نضلنا نقول انه نحن احسن عالم ونحن نازلين نزول، ما بتزبط الاشياء، في تناقض.
يعني الحكي ما بينطبق على الصورة، بس هلا صار في طاقة جديدة وصار في إيجابية، وصار في مثلا بوأشرقت في ثلاث شركات إنتاج لبنانيين تضامنوا مع بعضهم تعملوا هالعمل. هذا شيء حلو، ما بقى يقدروا المنتجين يرجعوا لورا، بس المنتجين مش الحق عليهم دايما، كمان المحطات التلفزيونية يلي عم تشتري الأعمال اللبنانية لما بيصير عندها تسويق لبرا بتصير تدفع أكثر، بصير المنتج يقدر يجيب ممثلين أهم يصرف أكثر على صورته، فبصير فينا يعني بفتكر إنه حطينا أول إجر وهيدا شيء بيرجع فضله. قلت لك لهالثلاث ناس إضافة إلى كلوديا مارشاليون. نعم. يعني شاء من شاء وأبى من أبى. صحيح، بنوجه لها تحية. رح أرجع كمان شوي لبعض التصريحات حول الدراما. بتقول إذا كانت أنت حضرتك قلتي إذا كانت ممثلة تحترم نفسها بتسير على خطى الممثلين يلي ما بنشوفهم اليوم على الشاشة. ارجع. إذا كانت الممثلة بتحترم نفسها تسير على خطى الممثلين يلي ما بنشوفهم اليوم على الشاشة، قديش في تغييب على لوجوه بنحب نشوفها على الشاشة كمان؟ نرجع لقصة انه هيدا المنتج مع مجموعة وهيدا المنتج مع مجموعة ونفس الوجوه بتتكرر. لا انا ما في مشكلة، ليك الفن منه واحد وواحد بيعملوا اثنين. كل انسان حقه انه يجرب لانه الموهبة من عند ربنا، يعني اكبر نجوم بلبنان قطعوا بالتاريخ، شو بدنا بهلا بتاريخنا منن خريجين اكاديميين. ما هيك؟ واكبرهم شوشو يعني الله يرحمه، بس مش هون. بس انه فجأة مثلا بتطلع ست بتعمل أول بطولة بتكون ساكعة بعدين بتصير تطلع على التلفزيون بتصير عندها أحلام بالتمثيل، طب ما معلش يعني ممثلين قاعدين صار لهم 20 سنة ناطرين فرصهم، إنه معلش أنت قلتي مرات مش بس الجمال بطلة محل البطلة الحقيقية. إيه؟ شو قصدتي بالبطلة الحقيقية؟ يلي بتعرف شغلتها، يلي متمكنة من أدواتها، يلي بتشتغل على حالها، يلي بتعمل ويركشوبس، يلي بتحفر بالصخر لأنه هيدا حلمها، مش لأنه مرأة مرور الكرام بدها تجرب. إذا كان طب يجي المنتج بيقول لك بتجيب ريت، لا مش صحيح. وأثبتت الأيام وأثبت وأشرقت الشمس وأثبت قبل جذور إنه مش مزبوط. الريت الحقيقي ببين مع الممثل الحقيقي، خطأ والحمد لله انه خطا. رح تابع الحديث معي عبر ناس وناس بعد الفاصل. عوده الى متابعه ناس وناس مع ضيفتنا النجمه اللبنانيه رولا حمادي. رولا برجع بكرر، تفضل الممثله. ما بتفضل النجمه، الممثل. النجمه اللي شو بتزعجك اللقب؟ ما بيزعجني، بس النجمه وفيش؟ لا مش فوفيش، النجمة أكبر من الممثلة، بس الممثلة مثل النملة. أي قصدها؟ تعمل شغلة بتواصل، عرفت؟ لا توصل لا. في كبرياء بتشوفي في تعالي بكلمة نجمة؟ حق الإنسان إذا طموحه النجومية يوصل للنجومية، إنه بس أنا بعتقد إنه كل حياتي اشتغلت لصير ممثلة واستحق هيدا اللقب. أنا بالنسبة لإلي ممثلة بيشبهني، نجمة ما بيشبهني، بس بدي الشيء اللي بيشبهني اللي أنا اشتغلت كرماله. بشو ما بيشبهي؟ كلمة نجمة بشو ما بيشبهي؟ لأنه أنا ما بحس حالي نجمة، أنا بحس حالي ممثلة، أنا اشتغلت كل حياتي لحتى أصير ممثلة، لاستحق هالاسم هاللقب، لحتى الناس تقول عني والله شو هالممثلة. الناس ما بتقول والله ليك شو هالنجمة، سمعها هيدي شي مرة؟ لا، بس بيقولوا ليك والله شو هالممثلة أبضاي. مظبوط. فرق كبير يعني 100%. أنا أعطيني، بس هيدا ما بيقلل من صحيح. لا لا، هو خيار شخصي ودايمنشن مختلف، يعني بعد مختلف خيار شخصي للموضوع. رولا حميدي اسم ابنك زمن. ايه الله يخلي لك اياه. زمن لغدر الزمن؟ لا، زمن لأنه بيستاهل يكون عنده اسم ما بيشبه اسم حدا. بس ولا بس، ولأنه اللغة العربية رائعة. أمي قالت لي ميلاد اتجوز وجيب ولد لاخرتك. ولادنا لاخرتنا؟ لا،
ولادنا لاخرتهم هن، بس ولادنا لفرحتنا. يعني هي انانيه شخصيه، يعني ايجو انانيه، بس كمان تاخذ بعد مختلف، ما لها علاقه بانه لاخرتنا ولا. انا ما بفكر هيك، لا، يعني انا كثير بطمح انه ابني يطلع انسان سعيد. اذا بيطلع ابني انسان سعيد شو بدي احلى من هيك؟ يعني خلص بختصر الكون كله فيه. بس هيدا اللي ضلني اقول له اياه، ضلك مذكر انه انا ما بطلب منك شيء الا انك تكون انسان سعيد. طبعا عندك اخلاق، بس انه سعيد بضمن انه انت انسان لازم تطلع استثنائي سعيد. قولك السعاده رولا بالحياه عامل هيك مثل عامل ورقه حظ، ورقه لوتو، ورقه مش معمولين تنكون سعيدين نحن؟ ما هيك، هيدي هي طريق السعاده اللي عم ننبش عليها، كل واحد بنبش عليها بطريقه. واحد بيكون ممثل، واحد بيكون نجم، واحد بيلاقي الطريق السهل، واحد بيلاقي الطريق الصعب، واحد بيحفر بالصخر، في واحد يعني كل واحد بيلاقي طريقه. طيب اذا بدك توصي لزمن وصيه بتقولي له يا ماما لتكون سعيد بهالدنيا، تذكر معي اكثر من شغله، شو بيكونوا؟ لا ما بقول له هيك، بقول له تتكون سعيد بهالدنيا يمكن هلا مثلا، انا ما فكرت في هيدا السؤال ولا مره، بس انه انا بتمنى انه يعمل قلبه يعمل قلبه، مش يعني عقل. يلحق قلبه مش عقله، بل عقله مجبور، بس لما بتلحق كتير عقلك بتنسى قلبك. هو قلبك يلي بيعطيك السعادة مش عقلك. مش ما فيها تكون كمان السعادة مكوناتها عملية مبدئية، بلا يا ريت، ما فيها تكون حساباتها مات. الله يعطيه حظ، هيدي هي السعادة. سعادة مات أم يعني سعادة حسابات، واحد مع واحد اثنين؟ ما بعرف، تعرف هيدا سؤال كبير أنا ما لقيته بعد، عم تسألني سؤال أنا مني قده وما بقدر أنصح حدا فيه ولا حتى ابني. أنا بطلب منه ينقي طريق يلي بتسعده، بس أنا ما بعرفها. هو بده ينقي الطريق يلي هو بتسعده لإله. بس بتعرفي شو، مرات رولا السعادة سعادتنا الطريق اللي بدنا إيه، بدنا نلحق قلبنا، مرات عواطفنا ومشاعرنا، مرات بدنا نكسر كتير حيطان، بدنا نكسر معتقدات، بدنا نمشي عكس تيار، بدنا نوقف بوج ناس، بدنا نتحدى. اليوم عم يسمعوك ملايين من الناس، بركي بدهم هالحياة يكونوا سعيدين وعبالهم يوصلوا للشيء اللي بيقولوا نيه قلبهم، بس حيطان كتير واقفة بطريقهم. أنا أكثر لحظات بحس حالي فيها سعيدة هي شغلتين بصراحة، بس ما بقدر أقول لك إنه هي هي الحياة كلها بنرتكز عليهم. أنا وعم بشتغل الشغلة يلي أنا بحبها يلي هي التمثيل، وأنا عم بخدم الآخرين، بس هدول هن اللحظات يلي أنا بحس بالسعادة الحقيقية. هلأ يا ريت كل الدنيا فيها تكون لحظات متتالية مثل هاي، بس مش هيك. يعني معك حق، قلت برجع بقول لك هيدا سؤال كبير السعادة، كلنا عم نفتش على السعادة. حتى أوقات الحب ما بيعطيك سعادة، حتى الأشياء الحلوة ما بتعطيك سعادة. سعادة لازم تكون يمكن هي شيء أعمق، يمكن مشان هيك منفتش، منفتش جواتنا ومنفتش ومنجرب طرقات و بتعرفي. في احد الكتاب هلا نسيت اسمه، بس يعني بهمني اقول لك شيء اللي قاله، قال انه السعاده منا الهدف، لانه بس نوصل على الهدف بنحس حالنا تعبنا. والسعاده كمان لنا المال ولنا الشهره، لانه كله بيخلص وياما في ناس معهم شهره. بيوصف السعاده بكلمتين، بيقول السعاده هي الشيء اللي انت بتحب من جوا تعمله، واخذ وعد على حالك حتضل تعمله كل الدنيا، ويلي فيه خدمه الاخرين. تفضل. هو كمان لقى هيك، بس يمكن مش كل الناس بتلاقي سعادتها هون. في ناس سعادتها بالمال، في ناس سعادتها بالعيلة، في ناس سعادتها بالشغل، انه كل واحد عنده طريقة. طيب رولا بدي يعني عم هيك عم ننتقل من موضوع لموضوع تاني، وانا مأكد انه المشاهدين اليوم مستمتعين بهالحوار. قلتي لأكثر من مرة بالحلقة انا بحالة بحث دائم، بس كمان يعني بمرة صرحتي بتحسي انه الكون عم يمشي باتجاه وانا عم بمشي باتجاه اخر، بس هذا شغلة مش متعبة؟
مش متى بالواحد يضل حس حاله انت ما بتنتمي لهالكوكب، ما بتنتمي لهالكون، تتحس انه هو عم يمشي بميل وانت بميل؟ بتشعري بغربه، بنوع من الغربه بحياتك؟ ايه، بس هيدا ما خصه بال، يعني قلت لك كمان من سنتين لورا كثير تغيرت من سنتين لليوم. ايه بغربه اكيد، بوحده اكيد، بس عم جرب كمان هاو اكسرهم وقرب اكثر صوب ال، يعني الله يخلي لك عائلتك، الله يخلي لك ناس حواليك، الله يخلي لك اصدقائك. لما بنكون عايشين بهالجو من الاحتضان، ليش بنضل نشعر بوحده؟ قلت لك ليه؟ لانه بترجع كل حياتك تجرب تتخلص من طفولتك وما بتقدر، فطفولتك هي اللي بتشكلك. هاملين طفولتنا وران؟ اكيد. يعني بفهم منك اذا بنتصالح مع طفولتنا بنعيش حياتنا بسعاده اكثر؟ يمكن كمان هي، بس كمان انه الواحد ما بده يكون بعتقد انه مسكر على حاله، لازم يروح صوب الاخر مين ما كان هالاخر. ويمكن هي السعاده منا شغله بالمطلق، يمكن هي السعاده لحظه واحد يعيشها بلحظتها وينقل على اللحظة الثانية ويجرب يعملها بأفضل شيء ممكن تيلاقي فيها سعادته. مثل ما لما أنا بشتغل مشاهدي، كل مشهد بجرب بلاقي فيه الشغلة الحلوة يلي بدي جربها أو بدي ضيفها أو بدي تضيف لي أو بدي، عرفت؟ نعم. وهيدي بتعمل هاللحظة كتير حلوة. صح. إيه مشان هيك يمكن الحياة كمان هيك لازم تكون لحظات إيه؟ نجمعها. طب رولا فيك تجني معي؟ هلا اذا لو كنت هلا واقفه قدام المرايه وامامك رولا الطفله، ايه رولا الصغيره، ومن بعد هالحياه اللي قطعتيها، من بعد هاللحظات، من بعد خليني اسميه صراع او هال هيك التشابك مرات بين الشيء اللي عشناه والشيء اللي منعيشه، اذا هلا بدك تقولي لها كلمه لرولا حميد الطفله، شو بتقولي لها؟ ومن بعد هالسنتين، من بعد هالخبره، من بعد من بعد هالشيء اللي عشتيه، هالمراحل بحياتك اللي قطعتيها، هالنضوج النفسي، هالتقرب اكثر من انسانيتك اللي عشتيها، لو هلا عن جد صاير لك الفكره وقدام المرايه من المقلب الثاني في رولا حميد الطفله، شو عبالك تقولي لي؟ هلا بتجي على راسي هاي الصوره. وهي صوره حقيقيه. أنا صغيرة وواقفة بأوضة القعدة اللي بتطل بشباك على الطريق وأهلي رايحين، وبفتكر هيدي كتير بقيت معي هالصورة. حسيت إنه صحيح في إزاز، بس الإزاز كتير مسافة تفاصلة، يعني حيط. فبفتكر إذا هلأ بهيدي اللحظة، لأنه هيك تهيأ لي، إذا بوقف قدام المراية بقول لها اكسري الازاز، اكسري. بس فينا باي وقت نكسر الازاز؟ ما مشان هيك عم بقول لك. فاصل ونرجع للقسم الاخير من ناس وناس لليله. عودة إلى متابعة القسم الأخير من ناس وناس مع ضيفتنا الممثلة اللبنانية رولا حميدي. عناويننا على فيسبوك وعلى تويتر عم تشوفون على الشاشة إذا بتحبوا تتواصلوا معنا. رولا، دايما نسمع بيقولوا يعني بخلال التمثيل بيقولوا الممثلين بياخدوا من بعضهم. بفهم أنه إيمي صياح يلي بتلعب دور بنتك، موجه لها تحية بمسلسل وأشرقت شمس، موجه تحية لكل فريق العمل، من المخرج شارل شليلة، من الكاتبة منى طايع، من كل الممثلين يلي معك. بفهم أنه هي تاخد من خبرتك، تاخد من خبرة هالسنين. انت شو بتاخذي من ممثله صاعده عم بتقدم اليوم اولى ادوارها؟ باخذ عفويتها، باخذ الدهشه يلي اوقات كثير بنفقدها نحن، ما بنعود نفكر فيها. بتصير الاشياء حاصل محصل، هذا اللي بتاخده من الشباب الجديد يلي بكونوا هيك شو حلوه هاللحظه، لانه عفويه وبتخلي احساسك على طول يغلي. رولا، كمان بعد اخر لمرأة برساله حب المسرحيه اللي قدمتيها، ويعني رح تتجدد المسرحيه ام لا؟ في مجال لعرض؟ ما بعرف، هلا بعدنا خالصين من يومين. هي طبعا تعريب واخراج دكتور انطوان الاشقر
وتمثيل جاد خاطر سيرينا شامي وانا. ايه رساله حب. بعد اخر لام الام العاهره؟ لا هلا في ناس شافتها هيك. ليش تم توصيفها هيك بالصحافه؟ لانه كل واحد بيشوف العمل الفني من وجهه نظره، ما في الواحد يقعد مع الكاتب يعني ويلقمه هيدا. انا كيف شفتيها؟ لا هي هو أرابال كتبها بيقول التاريخ هالام العاهره، التاريخ هالام العاهره، مش هي الام المجسده على المسرح هي العاهره، لا. بس يمكن كمان بينطبق على تفكير الانسان. نعم. انه كثير واحد بتفكيره مما كان يكون باوقات كثيره بحياته يمارس العهر الفكري. هيدا قلنا، قلت لك واحد من هالاربعه هو نوع من يعني العهر الفكري. يعني ممكن كمان ينطبق هيدا التوصيف، مش العهر الجسدي، العهر الفكري. صحيح. فممكن ينطبق التوصيف لانه بالنهايه العمل الفني بس يطلع منك ما بيعود لإلك، بيصير ملك. صحيح. كل الناس. رولا متسامحه اكثر مع المراه اللي بتمارس دعاره فكريه ام دعاره جسديه؟ مين انا لحتى اتسامح مع هي من اي طريقه؟ ما حكينا بالاول انه كل واحد بنقي طريقه، بده يعمل تجربته، ما في يعني ما في الحكم إنسان. على الاخرين ما في حق بالمطلق. يعني الافضل انه لا. وانا علمتني الدنيا ما احكم على حدا، لانه كثير اوقات بينحكم عليك بطريقه جدا خاطئه ومؤذيه، ولانه ما حدا بحط حاله محل حدا. فانا تعلمت اني احط حالي محل غيري وما احكم على حدا، وكل انسان بالنهايه بده يعيش تجربته للاخر، لانه مين قال انه العهر الجسدي يتماشى مع العهر الفكري؟ مين قال انه العهر الجسدي مأذي اكثر؟ لا، انا بلاقي العهر الفكري مأذي اكثر، مش مرات، اكثر المرات، لانه العهر الجسدي ما بيأذي الا صاحبه، بينما العهر الفكري بيأذي مجتمع بكامله. ما هيك؟ انه مين نحن لنحكم على غيرنا؟ كل انسان بيعيش تجربته. صحيح 100%. يعني لكن لانه تم اكثر من مره المشاهدين عم يسالوني على تويتر العرض المسرحيه، برجع بكرر لكن ما في هلا ما في اي نيه لاعاده لا عرضها. الحمد لله حملوني اكثر من سؤال ليك على تويتر. انا بدي اشكر كل الناس يلي اجت حضرت المسرحيه، لانه اول ما بلشت كنت كثير خايفه على اساس انه نحن بنحكي بنقول نحن بيروت الثقافه، بس نحن ما بنمارس هالفعل بالتحديد. بس الحمد لله طلعت انا على خطأ، ونحن لعبنا كل العروض يلي كانت مقرره بجيشيه مسكر كومبلي. كنا عم نرد ناس عن الباب، وهيدا الشيء انا يعني كتر خير الله. صحيح. وابرز دليل مثل ما قلت لك التغريدات يلي وصلت لما عرفوا انه انت ضيفتي، حملوني انه اسالك اذا هل في مجال، لانه يمكن مصرهم كان الوقت ما بعرف، يمكن ما بعرف. طيب دراميا وبعد وأشرقت الشمس؟ هلا خلينا مبسوطين بوأشرقت، والسنه جديده ان شاء الله بتكون سنه جديده ان شاء الله يا رب مع اعمال جديده. الله رب ان شاء الله بالمسرح او ان كان بالدراما. لولا بدي ارجع انا وياكي للبدايات، ويمكن هيدا هالموضوع بنختم فيه حلقتنا لليله. بمطلع حياتك الفنيه اختارك الاستاذ يعقوب الشدراوي لتمثلي مسرحيه الطرطور، وكنت بعدك على مقاعد الدراسه، يمكن هيدي منا جديده الخبريه، الناس كلها بتعرفها. بس يعني بحديث لمجله الشبكه قلتي كنت بشوف وقتها حجم البرغشه. اجا يعني يعقوب الشدراوي قلتي شتمني باحدى المرات، فارسلت له الاستقاله واهملها، وبعد مدة بادر إلى تقديم وردة لإلك. مظبوط. هيدي ما بتعرف شو علمتني. علمتني إنه الإنسان الكبير كبير مع كل الناس، مع الصغير قبل ما يكون مع الناس يلي بمستوي. بعدك ناطرة إنه يعقوب الشدراوي يجيب وردة ويعتذر من ممثلة ما حدا، مش إنه أنا حدا، أنا ما حدا، يجيب وردة ويعتذر لي لأنه غلط بحقي. هيدي بتشوفها مزبوطة انت. انا بعد سنين رديت له نفس الوردة، وكنت على خشبة المسرح، بس رديت له اياها لاشكره، تقول له شكرا لانك علمتني. ناطرة بعد وردة من حدا؟ ايه انا كل يوم بنطر وردة من حدا. حدا معين؟ تظبط السؤال. ايه كل يوم بنطر وردة من كثير حدايات.
في شيء وردة كمان بتحبي انت تقدميها؟ اكيد انا عندي كثير ورود لازم حدا معين هلا ما راح اقول لك اسامي، بس اكيد اكيد الناس يلي انا بعرف فيهم، ويمكن في كثير ناس ما بعرف فيهم، اكيد كمان هن ناطرين مني ورده، وانا اكيد بعرف اني غلطانه مع كثير عالم. الله يقدرني اني اقدر اختي هالخطوه وكمان اعطي ورد. قدمي ورد. رح نشوفك قريبا بلجنه يعني لجنه بياف، حتكوني عضو باللجنه. لا انا 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 يعني باللجنه. باللجنه؟ ايه ايه بس قصدي بالمهرجان. بالمهرجان 21 الشهر. نعم. الله رد. نعم. الله رد. كمان ناطرين يمكن اطلالتك بهيدا الاحتفال يلي كمان بيكرم وبيعطي ورود للمبدعين. ايه بيكرم المبدعين مش بس من لبنان، من كل العالم. وشغله كثير حلوه المهرجان، مثل كل المهرجانات يلي بتصير بلبنان، يعني كلها فردية. الناس لأنهم بحبوا الفن وبحبوا الثقافة وبحبوا وطنهم بيعملوا شيء إيفنت كبير ليكرموا ناس من هالوطن ومن برات ليعملوا صورة أفضل للبنان. هيدا بس بجهد شخصي بحت. ما عم بقول لك نحن ناس بنحفر بالصخر لأنه ما في حدا بيحمينا إلا بعضنا. ما بتصدق قديش محملين اسئله لاسالك اياهم، بس بدي بس كمان اعرف، ما بدي اغفل للسؤال لانه من اكثر من زميل وزميله يعني بهمهم يعرفوا راي رول حميدي بالصحافه وتعاملها معك بالفتره الاخيره. انا بشكر الصحافه، كل عمرها كانت عادله معي يعني، ولا انا ما عندي علاقات ابدا مع الصحفيين، وبتعرف لانه العلاقات مهمه وبتخلي حتى لما ما بيكون شغلك منيح بيستحوا منك وبيكتبوا منيح. أنا ولا مرة كان عندي علاقات مع الصحافة ودايما الصحافة أنصفتني. بس هلأ حس بالفترة الأخيرة أنه صاروا عم بيقدروا شغلي أكتر. نعم. وهذا شيء بشكرهم عليه يعني. على كل حال بدي بس اختم بشيء كمان انت قلتي باحدى اللقاءات الصحفيه، انا ما بتواجد بالمناسبات العامه، هناك زاويه امان خاصه في بدي اياها مغلقه عن الاخرين لتعزيز السلام الخاص من دون اقنعه، وما بظن اني مخطئه بهيدا الطرح. بقى بتمنى اليوم كون ولو بجزء هيك طلعناك شوي من هالانتوراج اللي بتحمي حالك فيه واللي هو حقك، لأنه مثل ما قلتي يعني الهدف يلي هيك أطلقتي فيه حلقتنا الليلة هي أنه واحد يفتش على إنسانيته. بفتكر هيدا أعظم شيء بنوصل له بهالكون. بقى مبروك لك عزلتك. شكرا جزيلا. يعني بتمنى لك إياها. ثانك يو مبروك لك هالأمان يلي عملتي لحالك. شكرا. ويمكن هيدا بنسعى كلنا بحياتنا أنه هيك نقدمه. شكرا كثير لك رول حمادي. أنا من قلبي مبسوط أنه قدرت أقعد معك وحاورك، وكنت متأكد من النتيجة لأنه كنت شايفها قبل، بقى كنت متأكد أنه هيك رح يكون الحوار. بقى بشكرك من قلبي. شكرا لك. بشكر كمان كل اللي تابعونا الليلة، ومثل العادة بيتابعوا كل سبت ناس وناس وبالإعادة كمان وبيعطونا تعليقاتهم. أنا كمان ممنون لكم وبشكر محبتكم. إلى اللقاء.